احنا طلعنا هنا قلنا ان كهربا كوبته هتخلص يوم 11 وهيقدر يلعب، لحد ما الزمالك يشتكي، وبعد ما الزمالك يشتكي فاهم قصدي كهربا هيرجع يتوقف تاني. قرار كهربا ده اسرع قرار شفناه في التاريخ. بنسبة كبيرة جدا كهربا هيبطل كورة. كهربا دلوقتي عنده يلعب ماتشين لغاية لما الإيقاف يتجدد له تاني، ولو ما دفعش الغرامة هيبطل كورة. ده اختصار الكلام، أو مش ده اختصار الكلام، ده الكلام بقالك ساعة عمال تهري وتهلي وتعيد وتزيد. كنت نفسك شغل سيناريست، عمال حوار بينك وبين حد مش عارفين أنت بتكلم مين، أنت بتكلم مين؟ وأنت تقول لي فأنا أقول لك يا عم سيف، إحنا عارفين إن الإعلانات والسبوبة بتحكم، بس ارحم ما يتحكم.